أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وانتقل مباشرة مشاهدينا عبر الهواء مباشرة مع موفد التلفزيون دولة الكويت إلى جدة الزميلة أسراء جوهر. أسراء أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. يعني بداية، كيف ترصدين انطباعات المراقبين عن أيضا مستجدات القمة؟ أسراء تفضلي. نعم، بعد وصول القمة إلى ختامها، انطباعات المتابعين لهذه القمة رصدوا نجاحها خصوصا لدى الجانبين، ويظهر ذلك جليا من كلمات القادة التي أطلقوها في هذه القمة. كانت القمة تركز على الجوانب، شتى الجوانب في الحقيقة، ولكن ربما كان الجانب الاقتصادي خذ الحيز الأكبر من هذه القمة. أيضا كلمة ممثل أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ركزت على ضرورة أو أهمية هذه القمة في بناء أو أن تكون لبنة أولى في ترسيخ هذه العلاقات، خصوصا وأن سموه استشعر من خلال الأوضاع الراهنة في العالم حولنا أن مثل هذه الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ضرورية، وفي هذه في الوقت الراهن خصوصا. القادة الآخرون تطرقوا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في دول آسيا الوسطى أمام الخليج، وكذلك تطرقوا لأزمة المناخ، لتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقتين، منطقة آسيا الوسطى وكذلك منطقة الخليج العربي. وفي ظل هذا العالم الذي تعصف فيه الأزمات في كل زاوية من زواياه، تبقى هذه الشراكة ضرورة وصمام أمان ربما لفتح آفاق جديدة من التعاون بين هذه الدول. ختام القمة ربما خلال ساعة من الآن سيكون هناك، ربما يكون هناك مؤتمر صحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. من خلال هذا المؤتمر ربما سيتطرق لأبرز التوصيات وأبرز النتائج التي خلصت إليها هذه القمة، ونحن هنا بلا شك في المؤتمر في المركز الإعلامي سنكون يعني مستعدين لتغطية هذه الأحداث أولا بأول. سنوافيكم بلا شك بكل ما يستجد من هذه القمة وأصدائها التي انعكست إيجابا على جميع المشاركين عليها، وكذلك حتى على الجانب الإعلامي المواكب لهذه القمة. من المركز الإعلامي في جدة، موفد تلفزيون دولة الكويت الزميلة أسراء جوهر، شكرا جزيلا لك.